في قطاع الصحة أيضا، ولكن في شأن آخر له علاقة بمرض الزهايمر، وده من الأمراض اللي أعراضها بتبقى صعبة. واحد من أصعب الأعراض اللي بتكون موجودة هي الانفعالات، إن الإنسان المصاب المريض المصاب بالزهايمر بيبقى عنده انفعالات، طبعا بحكم إنه في لحظات ممكن يكون فيها مش قادر يفتكر حاجة، فبيبقى في انفعالات موجودة، والانفعالات دي بتتراوح ما بين بسيطة إلى خطيرة. في ضوء ذلك، يمكن من حوالي أسبوعين هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA وافقت بشكل سريع على أول دواء يهدف إلى تخفيف الانفعالات الشديدة المرتبطة بمرض الزهايمر. اسم الدواء ريكزالتي، والموافقة السريعة الدوائية أو التكميلية دي من الـ FDA مقصود بيها إنها موافقة أولية على طرح هذا الدواء لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلية، ده بحسب تفسير وتوضيح الـ FDA لهذا الأمر. الدواء ده المفترض إن هو اللي بيعمله بعد تجربته الفترة الماضية على عدد من المشاركين في التجربة اللي كان أعمارهم ما بين 51 سنة إلى 90 سنة. مفترض إنه هذا الدواء أثبت نجاح بعد تجربته بجرعات مختلفة على المصابين بالزهايمر، و تهدئة العرض اللي بيبقى موجود اللي هو الانفعالات الشديدة. خلونا نفهم أكتر عن مراحل التصريح اللي بيطلع من الـ FDA وهذا الدواء، إيه معنى الموافقة عليه بشكل تكميلي أو سريع. في هذا الإطار يسعدنا أن ينضم إلينا عبر زوم دكتور أشرف الفقي، مستشار منظمة الصحة العالمية لشؤون سلامة الدواء. دكتور أشرف، مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا اهلا يا استاذ رامي، اهلا مساء الخير. يا اهلا بحضرتك. يعني بدايه ممكن نفهم اكتر عن يعني ايه الـ FDA لما بيدي موافقه تكميليه وسريعه بشان دواء، وهل ده بيبقى مختص بالادويه اللي بتبقى موجوده بالفعل واخده تصريح من الـ FDA انما لعلاج امراض من نوع اخر؟ شكرا على سؤال حضرتك، وطبعا سؤال مهم. الموافقات السريعه او الاكسبيدايتد ريفيو اللي بتصدرها هيئه سلامه الدواء الامريكيه بيبقى لها في بعض الاحيان اكتر من سبب، ولكن عندما تثبت التجارب السريرية على المرضى حالة تجربة هذا الدواء للمرة الأولى أو في حالة الدواء المذكور لتجربته لي زي ما بيقولوا new indication أو لعلاج جديد، هذا الدواء كان مجهز في السابق لعلاج ما يطلق عليه الـ MDD أو الميجر سايكوتيك ديبريشن، كان بيستخدم لعلاج الاكتئاب وانفصام الشخصيه الاكتئاب المزمن بالظبط. نعم. ولكن النيو انديكيشن او العلاج المستجد اللي هذا الدواء بيضيفه لمرضى الالزهايمر هو علاج الاجيتيشن او حده الانفعالات زي ما سيادتك قلت، ودي من الاعراض المهمه جدا لمرضى الالزهايمر. نعم. وحتى خصوصا برضو نضيف يا دكتور اشرف انه هذا العرض بيبقى وفقا للدراسات بيبقى موجود في 45% من المصابين بمرض الزهايمر. مظبوط مظبوط، وعشان برضو الناس اللي مش يعني فاميليار قوي او عارفه الالزهايمر، الالزهايمر ده النهارده من اهم الامراض العصبيه اللي بتصيب كبار السن بالذات، وطبعا من اهم اعراضه هو الفقدان التدريجي للذاكرة. نعم. ولكن لا تقتصر الأعراض بتاعت الألزهايمر على فقدان الذاكرة فقط، ولكن نتيجة لظهور بعض الأعصاب اللي طالعة من المخ والنخاع الشوكي ممكن أنه يؤدي أيضا إلى أعراض عصبية أخرى، منها في بعض الأحيان حدة الانفعالات الاكتئاب أو زي الأبيلبسي أو بعض أعراض الصرع. طيب يعني اذا ريكزالتي ده عقار او دواء كان موجود بالفعل وبيعالج مجموعه من الامراض، انما تم تجربته على هذا العرض اللي بيصاب به مرضى الزهايمر. النهارده بعد هذه الموافقه من الـ FDA هيئه الغذاء والدواء الامريكيه، بيترتب على هذه الموافقه اللي من هذا النوع ايه بالظبط؟ بيترتب عليها زي ما حضرتك عارف طبعا يعني نظام صرف الادويه في الولايات المتحده الامريكيه وعده دول منها الاتحاد الاوروبي، علشان التأمين الصحي يغطي تكلفة الدواء للمريض لازم الدكتور يكتب الأدوية فيما يتعلق بالعلاجات المجازة من الـ FDA. حال كتابة دواء لمريض لعلاج تشخيص غير مجاز من طرف الـ FDA لاستخدام هذا الدواء، في الحالة دي المريض معرض أنه يدفع ثمن الدواء بالكامل والتأمين الصحي ما يغطيهوش. فالنهارده المرضى اللي عندهم مشاكل في حده الانفعالات
نتيجة مرض الألزهايمر، يقدروا بموجب هذه الإضافة الجديدة إنه يبقى فيه تغطية تأمينية طرف التأمين الصحي الخاص بيهم إذا كتب الدكتور هذا الدواء لعلاج هذا العرض. كان في السابق لو كتب الدكتور لعلاج هذا العرض بيبقى هيرفض. استخدام بيطلق عليه أوف ليبل بالك، وبالتالي المريض يضطر يدفع ثمن الدواء بالكامل نعم. والتأمين الصحي ما غطيهوش. طب دكتور دي أشرف، يعني طبعا أخيرا يعني شق في هذا علاجي. الإطار أيضا، من خلال اطلاع حضرتك على التجارب اللي تمت لهذا الدواء مع هذا العرض، لأنه ما اطلعت عليه الحقيقة ما كانش فيه بشكل واضح نتائجه كانت عاملة إزاي. قالوا إن حصل نوع من التحسن، بس ما قالوش النسب، ما قالوش من عدد الأشخاص اللي تم عليهم تجربة العقار اللي من 51 إلى 90 سنة، العدد قد إيه منهم الدواء ده كان مفيد فعلا في تهدئة حدة الانفعالات. هو فعلا يعني احصائيا لقوا في فرق بيطلق عليه فنيا statistically significant احصائيا بين الجروب او المجموعه من المرضى اللي حصلت على هذا العقار مقارنه بالمجموعه المقارنه اللي حصلت على ما يطلق عليه standard of care او العلاجات التقليديه نعم. لتخفيف حده هذه الانفعالات، ولقوا انه بنسبه تكاد تكون احصائيا فارقه انه المجموعه اللي حصلت على هذا العقار شهدت انخفاض، مش اختفاء نعم. ولكن انخفاض ملموس في حده الانفعالات. الانفعالات وتاثير وشده الانفعالات فيها. ولكن طبعا زيه زي اي دواء في بعض الاعراض الجانبيه والمناوئه المتوقعه جراء استخدامه في شريحه مرضى الالزهايمر نعم. من ايام ما تمت اجازته لعلاج الاكتئاب، واستمرت هذه الأعراض الجانبية والمناوئة مسجلة حتى في استخدامه لتخفيف حدة الانفعالات، منها زيادة الوزن أو احتمالات لزيادة في نسبة السكر في الدم وخلافه. ربنا يوفق الشركات، لان انا شايف كمان في مجموعه من الادويه الاخرى او العقاقير الاخرى للشركات مقدمه للحصول على موافقه بشانها. يا رب ان شاء الله كمان في القريب العاجل يوصلوا لادويه تكون ناجحه في علاج او تقليل لا حده يعني امراض دلوقتي طبعا الزهايمر. في شغل مهم جدا كمان فيما يتعلق بزياده الوزن، وفي شركات كبيره النهارده للمره الاولى بتقدم للاف دي اي ملفات لادويه جديده تساعد على انقاذ الوزن، منها يعني دواء شهير لعلاج السكر اوزيمبيك، دي معلومات يعني ليست سريه، صحيح. بيتم الان استقصاؤه في التجارب السريريه لاستخدامه في انقاذ الوزن. طبعا يعني في ده قول مجالات لنا عليها دكتور اشرف كثيره والنبي لما الاف دي اي توافق عليه، لان في ناس كتير هتبقى محتاجاه في الغالب. ربنا يسهل. ان شاء الله. اشكرك شكرا شكرا جزيلا دكتور اشرف الفقي، مستشار منظمه الصحه العالميه لشؤون سلامه الدواء.